داخل هذا المحل الصغير قصة رجل جاب 36 دولة في العالم، واستقر هنا في الموصل التي كانت آخر محطاته. قصة النقاش محمود المصري هي قصة عربي عشق بلادا غير بلاده واستوطن فيها حبا بأهلها. ورحت إيطاليا ولفيت في بلاد العالم، لفيت فوق 36 دولة، لأن أنا كنت بشتغل بحار، يعني كنت من هو البحر، بس عشقت البلد هذه سبحان الله. نقش محمود أعمالا كثيرة وعمل في الجوامع والكنائس والقصور الرئاسية، وبات متعلقا بآثار الموصل وتراثها، وبدأت يداه تحفر على الخشب ما حاول المتطرفون محوه خلال السنوات الماضية. إنها هي طبيعي، هي من أثار الموصل الأصليين الأصلي، تفتهم علي؟ هي منارة الحلفاء، ترى شيء قديم. أعداد كبيرة من المصريين كانت متواجدة في العراق، ولم يبقى منهم إلا عدد قليل، وهذا الحرفي واحد ممن بقي هنا واستقر في البلاد، ويتحدث عن حال العراق كيف كان وكيف أصبح. قصروا الأثار وبهدلوا الدنيا وسرقوا البلد وحطموا الشعب وكسروا البيوت وانسلبت البيوت وراحت الدنيا بأهليها. تتوالى ضربات مطرقته على الخشب مثلما توالت السنين عليه. قصة محمود هي نموذج للعشرات من قصص المصريين الذين أحبوا العراق وقرروا البقاء فيه وإكمال ما تبقى من سنوات العمر بين أهله. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.